الناس اللي مهتمين بظواهر الفلكية من حسن حظهم ان في العشر ايام الباقيين من شهر اكتوبر هيكون في عدد كبير من الظواهر الفلكية اللي يقدروا يتابعوها ويرصدوها. اهم الظواهر اللي هنشوفها في خلال هذه الفترة هنتابعها في هذا التقرير. هواة الفلك والظواهر الفلكية على موعد خلال الأيام المتبقية من شهر أكتوبر مع عدد من الظواهر الفلكية التي ستزين سماء مصر ويمكن أن تشاهد بالعين المجردة. في أيام 21 والثاني والعشرين من أكتوبر سنكون على موعد مع شهب الجباريات، وهي من الزخات المتوسطة، ويصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاباً في الساعة عند الذروة. وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير التي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب، وسيحجب اكتمال القمر رؤية معظم الشهب الخافتة. أما في يوم 25 من أكتوبر فسنكون على موعد مع كوكب عطارد الذي سيكون في أطول استطالة له، ويصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له والتي تبلغ 18.4 درجة من الشمس. يعد هذا الوقت أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره، لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس، ويمكن رؤيته باتجاه الشرق في 5:10 صباحاً وخلال الشفق الصباحي حتى يختفي من جراء شروق الشمس. أما مع نهاية الشهر وبالتحديد في يوم 29 من أكتوبر سيكون كوكب الزهرة في أطول استطالة له، ويمكن رؤيته باتجاه الغرب في 5:15 خلال الشفق المسائي أو الغسق، وحتى غروبه في 7:40 مساءً. بمناسبة التقرير ده، جمانة كانت بتقول لي وإحنا بنتفرج على التقرير كده معلومة مهمة جداً قريناها ليها علاقة بالكواكب، صح؟ يعني طبعاً علماء الفلك والأبراج، وطبعاً كذب المنجمون ولو صدفوا يعني، بس كانوا بيتكلموا في أنه تراجع عطارد لبرج العقرب. في برج العقرب. العقرب. أيوة. ربنا يسترها علينا حسام برج العقرب. أنا برج العقرب، برج العظماء. طبعاً أكيد. فبالتالي أي تأجيل، يعني بينصحوا بتأجيل أي مشروع خطوبة أو ارتباط أو جواز عشان عطارد دخل برج العقرب، فأنت ما تتجوزش أو أنت ما تتخطبيش. واخدين بالكم؟ عطارد وبرج العقرب، فحصل كبير. حصل القبلتين لدع في العربيه، فما ينفعش يبقى في ارتباطات في الفتره دي.